النهارده انا جاي اشرح لكم درس مهم جدا من دروس النحو في الصف السادس الابتدائي بعنوان اعراب انواع الخبر. زي ما اخدنا المره اللي فاتت ان عندي انواع كتير للخبر، سواء كان ده خبر مفرد، خبر بتاعي خبر مفرد او خبر جمله. وعرفنا ان الجمله عندي نوعين، جمله اسميه وجمله فعليه. وعندي كمان تالت نوع من انواع الخبر هو خبر شبه الجمله، وعرفت ان هو برضه نوعين، صرف او جار ومجرور. حابه ان انا اعمل لكم مراجعه سريعه على انواع الخبر، بس اول ما هبدا بيه هو الخبر المفرد، وهنراجع معاه الكلمه الاعرابي بتاعنا. الامثله بتاعتنا بتقول ايه؟ واحد معلم مجتهد، اثنين المعلمان مجتهدان، ثلاثة المعلم مجتهد، أربعة المعلمات مجتهدان، خمسة الفنون أقوياء. الخمس امثله بتوعنا دول حد هيقول لي ميس كانوا كلهم شبه بعض، احنا متعودين يا ولاد ان احنا نثبت الامثله عشان يثبت الفكره العامه في الدماغ. اول حاجه لما احنا كنا بنيجي لازم نعرف نوع الجمله اللي قدامنا بنخبط عليه علشان تعرف صح؟ اعرف نوع الجمله وعرفها من اولها. شوف الجمله اللي قدامك هي جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ الجمله اللي قدامك دي جمله اسميه ولا فعليه؟ انا سامع حد بيقول لي دي جمله اسميه. فعلا الجمله اللي قدامي دي جمله اسميه. تاني حاجه لازم اسالها لنفسي هي ايه اركان الجمله الاسميه؟ واخدناها المره اللي فاتت، اخدنا الاسميه اركانها مبتدا والخبر. فين اول كلمه قابلتني دي؟ اعرابها ايه؟ اعرابها مبتدا مرفوع وعليه مرفوعين اسال الكلمه انت مفرد ولا مثنى ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ قالت لي انا مفرد، فعلمت الرفع يا ولد هتبقى ايه؟ الضمه برافو عليك. طيب اما قعدت ادور على الخبر لقيت الخبر كلمه مين؟ مجتهد. طيب الكلمه اللي انا بطلع بيها الخبر اسمها ايه؟ بسال بعد المبتدا بقول ماله او مالها، تمام؟ المعلم ماله؟ سمعت مجتهد، مجتهد دي طلعت ايه؟ خبر. نمسح دي بس كده ونرجع لها تاني. نمسح دي ونرجع لها تاني. قلت عليه خبر ماله مرفوع وعلامه رفعه الضمه. برافو. طيب لما جيت بعدها على المثال التاني المعلمان مجتهدان، علشان تعرف صح اعرف نوع الجمله واعرفها من اولها، لقيتها جمله اسمين بدات بمين؟ مبتدا، مبتدا ماله مرفوع وعلامه رفعه، واساله انت مفرد ولا مثنى ولا ايه بالظبط؟ رد عليا قال لي انا مثنى، يبقى العلامه الاعرابيه بتاعته ايه؟ علامه الرفع اللي هي الالف مثنى، يبقى ده مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ايه؟ الالف. قلنا المعلمان مالهم؟ راح رد عليا قال لي مجتهدان، فمجتهدان هو الخبر ماله مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الالف، وما ننساش نكتب السبب لانه ايه؟ مثنى. برافو. انا سامع حد بيعرف الجمله الثالثه من اول ما اقراها عشان هي سهله، خلاص ده لقينا خطبنا ولقيناها جمله اسميه، الجمله الاسميه وراها مين؟ مع المعلمون، ده مبتدا، ماشي، مبتدا ماله مرفوع وعلامه رفعه الواو، ليه؟ مذكر سالم. طيب انا سالته المعلمون مالهم؟ بيقول لي مجتهدون، يبقى كلمه مجتهدون عباره بايه؟ خبر لما حد بيقول لي مرفوع وعلامه رفعه وسكت وراح قال لي انا رحت الجدول الاعرابي عشان تجمع مذكر سالم فعلمت الرفع هتكون الايه؟ الواو. برافو. الواو لانه جمع مذكر سالم. برافو عليكم. المثال الرابع المعلمات مجتهدات، المعلمات مجتهدات. كلمة المعلمات هتعرف ايه؟ مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب كلمة مجتهدات المعلمات مالها؟ مجتهدات. مجتهدات هتعرف ايه؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه. سكتوا، ليه سكتنا؟ عشان ده جمع مؤنث، والجمع المؤنث علامة اعرابه الرفع بتاعها ايه؟ الضمة. شاطرين. وما ننساش نكتب السبب لانه مؤنث سالم. شاطرين. طيب اخر حاجه الجنون واقوياء، مع الجنون
هو ما ينساش يكتب السبب لانه جمع تيسير. قلنا المره اللي فاتت واحنا بنشرح ان الحالات تعددت، يعني خبر المفرد ده الكلمه عماله تكبر من واحد بقت مثنى بقت جمع مذكر جمع مؤنث جمع تكسير. لكن على الرغم من التعدد ده اللي انا بقول عليه خبر مفرد عشان الشرط بتاعي كان لازم يكون اسم ويكون كلمه واحده، صح؟ وكنا بنغنيله نقول له ايه؟ كلمه واحده واسم، كلمه واحده واسم، واتفقنا ان احنا مالناش دعوه ان هو عمال بيكبر نوع من جوه مثنى او جمع مذكر، انا ماليش دعوه. اهم حاجه ان انا لقيت ورا المنطلق كلمه ايه؟ واحده، والكلمه دي لازم تكون ايه؟ اسم مش فعل. يعني ما تجيش المعلم يفتح ويقول لي في خبر، ها؟ ده خبر بس نوع تاني خالص هناخده النهارده، تمام؟ بس الخبر المفرد لازم الكلمه تيجي هنا اسم، لازم تيجي ايه؟ اسم، ما تنساش كلمه واحده واسم. طيب يا اسم انت كده شرحتي لي الخبر الايه؟ الخبر المفرد، وده بيكون اعرابي، عادي الاعراب اللي انا متعوده عليه من سنه رابعه وسنه خمسه. كده تمام؟ يلا بينا نروح بقى للخبر المهم النهارده هو خبر الجمله الاسميه. يا ترى بيحصل فيه ايه؟ تعالى اسم نشوف فيه ايه؟ خبر الجمله الاسميه قلنا المره اللي فاتت شرط ان هو لازم يكون فيه ايه يا شباب؟ لازم يكون فيه ضمير يربطه بالجمله اللي قبلها. تعالى بقى النهارده نشوف اعراب الجمله نفسها ايه عشان تقدر ان انت تعرفه، ها؟ ويكون كويس بالنسبه لك. هنمسح الجدول الاعرابي معلش عشان احنا عايزين نسال الكوره كلها. طيب الجمله الاولى اللي هنكتبها في خبر اللي هي هنكتبها هنا تاني خبر الجمله. عندي اول نوع من خبر الجمله وهو الجمله، معلش هنكتب خبر الجمله الاسميه، خبر الجمله الاسميه. ورا
الاول ولازم اكتبه. طب المبتدا الثاني هسميه ايه؟ بتاع الجمله اللي انا عملها زوم ان، مبتدا سالم وبكتبه كده ما بكتبهوش ياء. تمام؟ طيب انا كتبت مبتدا اول، انا لسه ما كتبتوش الخبر بتاعه، انا كل ده لسه في الجمله اللي جوه. طيب مس انا كلمه الهاء دي انا مش عارفه اعرفها، تعالى كده معايا على تحت. ازهار الحديقه جميله، فنعمل الجمله دي مش دي مبتدا؟ الازهار مالها؟ جميله، ده خبر صح؟ طب الحديقه دي ايه؟ مش احنا قلنا ان النكره زي المعرفه تديني مضاف اليه يا ولاد في سنه خمسه؟ تمام، ده مضاف ايه؟ اليه. طيب ينفع ان انا اكتب الجمله كده يا شباب؟ الجمله بقى لو انا رجعتها لاصلها اقول الحديقه ازهار الحديقه جميله، ينفع ان انا اقول كده؟ استحاله، استحاله، الجمله غير مفهومه، ليه كده؟ ليه تعمل فيها كده؟ شفت كلمه الحديقه اللي في النص دي؟ انها باي باي، بس هعوض عنك الضمير يحسسك ان انت موجوده معايا. تمام؟ ايه هو الضمير؟ هو الهاء. فقلت الحديقه ازهارها جميله، بس الهاء دي هتتعرف هتتعرف ايه يا شباب؟ مضاف اليه. طب يا مس هتتعرف مضاف اليه كده على طول؟ لا، تعالى كده خليها كده في الاخر المضاف اليه. طب يا مس انت ليه حطيتيها كده في الاخر؟ ما ينفعش اروح اقول الضمير انت مضاف اليه مجرور وعلامه الجر والكسر على طول. الضمائر مش بتتعمل كده يا ولاد. الضمائر كده معايا الضمير، كل الضمائر المبنيه خدها قاعده اساسيه، كل الضمائر المبنيه خدها قاعده اساسيه، مش الهاء ده ضمير؟ اكتب معايا ضمير. وكل الضمائر مش مبنيه يبقى ضمير مبني. برافو. طب ضمير مبني واقف في محل مين؟ اصل بابا ده كان عنده ثلاث محلات، محل اسمه محل الرفع، محل اسمه النص، ومحل اسمه الجر. بابا قال له لو سمحت يا مضاف اليه تعالى اقف مع الهاء مكاني، ها؟ قال له الضمير اللي هو الهاء ده اقف مكان المضاف اليه بس يكون في محل الايه؟ الجر، عشان هو رايح يجيب حاجه وجاي له مره ايه؟ مره ثانيه. فوقف محل الجر اللي مضاف ايه؟ اليه. يعني وقف محله، حل محله لحد لما يجي، تمام؟ فانا بقول ضمير مبني في محل جر مضاف ايه؟ اليه. نقرب لها كده شويه، اهي تبقى مضاف اليه. يبقى الهاء دي حلت محل المضاف ايه؟ اليه. تمام يا شباب؟ ما ننساش الكلمه اللي هي الهاء دي بتتعمل مضاف اليه، لانها حلت محل الكلمه الاصليه في الايه؟ في الجمله. تمام؟ يعني كانها واقفه في المكان بتاعها او المحل بتاعها لحد لما ترجع ايه؟ تاني كل الضمائر المبنيه خدها قاعده اساسيه، الضمير بيبقى مبني وواقف في محله، لا اما الرفع لا اما النصب لا اما الجر. المضاف اليه احنا عارفين على طول ان هو موجود، ما ينفعش يكون مرفوع ولا منصوب، عشان كده هو واقف في محل الجر مش في المزاد. طيب انا كده عرفت الازهار وكلمه ايه؟ الهاء. طيب انا عندي بعد كده كلمه جميله، يا ترى كلمه جميله هتعرف ايه؟ كلمه جميله يا شباب هتعرف خبر، مش ده مبتدا واحنا لسه هي عاملينها خبر. خبر مالي؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. أنا سامع كده، أيوه كده خلاص، أنا كده عرفت الجملة اللي جوه، إن أنا كنت عاملها زوم إيه؟ زوم إن، واتخلصت من الإعرابها كلها. طب دلوقتي أنا هعمل حاجة اسمها، مش أنا قلت هلعب معاكم، زوم أوت. يعني إيه زوم أوت؟ عرفت إن الجملة دي جملة إيه يا ولاد؟ جملة اسمية، بتتكون من مبتدأ وخبر وفيها الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إيه؟ إليه. برضه يا ميس أنت لسه أنا لسه كل ده بدور على خبر الجملة الأولانية، صح؟ الخبر بتاعي، فين الخبر؟ الخبر هو الجملة اللي أنا عرفتها دي كلها. الخبر هو الجملة اللي أنا عرفتها دي إيه؟ كلها. طب أنا هكتبها إزاي يا ميس؟ هكتبها إزاي؟ بقول والجملة الإسمية مالها؟ واقفة في أنهي محل من المحلات التلاتة؟ محل الرفع ولا محل النصب ولا محل الجر؟ هي عايزة تقف مكان مين؟ مين الجملة الرسمية دي أصلاً؟ أزهارها جميلة. عايزة تقف مكان مين يا شباب؟ ها؟ ها؟ عايزة تقف مكان مين؟ والجملة الرسمية أزهارها جميلة واقفة مكان الخبر. طب الخبر بيقف في محل الإيه؟ الرفع. يبقى في محل رفع خبر المبتدا الايه؟ الاول. ليه انا فاكر الاول؟ لان انا جبت خبر المبتدا اسمها اصلا اهي.